اليوم سنتحدث عن الكناري المغني الأمريكي. هذا الصنف من الكنارات هو أكثر سلالات الكناري انتشارا في أمريكا اليوم، والعديد من الطيور الكناري الموجودة في الولايات المتحدة هي من نسل هذا النوع المميز والجميل، وقد عرف بصوته العذب والمتنوع في الطبقات، إلا أنه أيضا يتميز بمجموعة مختلفة من الألوان بما في ذلك الأصفر والأبيض والبرتقالي والأخضر والبرونزي والبني. هي طيور صغيرة الحجم ولكن قوية البنية، تصل طولها إلى حوالي 14 سنتيمتر، ونظرا لكونها حيوية وجذابة يعد خيارا جيدا لكل الناس التي تعشق تربية الطيور، والسبب هو سهلة التربية وليست معقدة كباقي السلالات الكناري الأخرى. تشترك هذه الأنواع من الذكور أصدقائي في المسابقات المحلية والدولية، ويتم الحكم عليهم من خلال أصواتهم الناعمة والمسترسلة، بمعنى أنها ترضي أذن السامع وخاصة لجنة التحكيم، إضافة إلى رشاقة الجسم وخفة الحركة مع الريش الناعم والمتلألأ والمليء بالألوان الزاهية. يتم الإنتاج من هذا الصنف عن طريق تزويج ذكر بالغ مع أنثى بالغة أيضا من نفس النوع في قفص يكون واسع نسبيا، مع تقديم لهما طعام عالي جودة وإضاءة ومحيط آمن، لأن هذه الأنواع تحب الهدوء والطمأنينة. بهذه المعلومات المختصرة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.